هي اختراعات لمتربصين بمعاهد ومراكز التكوين المهني أبانوا من خلالها عن طاقاتهم الفكرية وقدراتهم في تجسيد أفكار تعود بالنفع على المجتمع. مشروع اليوم يتمثل في ثلاجة صغيرة ذكية متحكم بها عن بعد عن طريق هاتف ذكي سمارت فون، والهدف هو مراقبة سلسلة التبريد، مراقبة لحظية عن بعد عن طريق نظام ذكي مبرمج على بطاقة أردوينو. المشروع جسدناه في خلال كنا متربصين في معهد تكوين مهني بمغنية، نقدروا نستعملوا فيها الطاقة الشمسية ونقدروا نستعملوا فيها حتى 12 فولت الطاقة الشمسية باش نقصوا التكلفة تاع كل مناطق الصحراوية والمطر، نخدموا بالطاقة الشمسية. بمشروع وهو مشروع عبارة عن مشروع حماية من تسرب الغاز مونوكسيد الكربون وحادي أكسيد الكربون. لاحظنا في السنوات الأخيرة كثرة حوادث تسرب الغازات والاختناق بالغاز، فقمنا بابتكار هذا المشروع وهو عبارة عن نافذة ذكية. هنا جبنا اختراع مصغر كما نقولوا كابابل يزيد يكبر هذا المشروع، وإن شاء الله ياخذوه بعين الاعتبار. هذا اللي هنايا سيتان روبوت كونتر لي زانسوندي اباز دو اردوينو، يتمشى بار بلوتوث، هذا تقيديه بالابليكاسيون تاعه تجي معاه، فيه مجموعة حساسات تساهم في استقبال اللهب ولي فلام وصوالح. قطاع التكوين والتعليم المهنيين ومن خلال فتح تخصصات مختلفة يعمل على تكوين يد عاملة مؤهلة، وكذا مرافقة أصحاب المشاريع من خلال تطويرها وتجسيد أفكارهم على أرض الواقع. نحن نعمل على تخريج يد عاملة مؤهلة وابتكار، وكذلك لها مشروع مهني خاصة المرحلة الطلب أن المتمهن والمتربص على تكون لهم مشاريع. إذا علمنا هناك عدة أجهزة كما اللوندينغ يعني المقاولتية، كما اللونجام يعني القرض المصغر، كما الكناك كذلك، هذو الأجهزة ترافق الأبناء تاعنا في إنجاز المشاريع تاعهم يعني للولوج إلى عالم الشغل. كفاءات شابة تحت لواء التكوين والتعليم المهنيين أظهروا قدراتهم وكفاءاتهم في اختراع معدات وأجهزة لو يتكفل بها ستقدم الكثير للبلاد والعباد.